في حال عودة خيار الحرب وفشل خيارات التسوية والمبادرات، والآن الحديث عن وساطة تركية أشرنا إليها من خلال كلام الرئيس أردوغان، يعني الرئيس أردوغان قال كلمته في ملف النيجر الآن بانتظار النتائج التي ستبنى على هذا الكلام. في حال أصرت دول الإكواس بضغط فرنسي ربما للمضي بالخيار العسكري، هل سيتضح أمامنا جميعا حجم التدخل العسكري الغربي في تلك المنطقة في غرب أفريقيا في النيجر وما حولها؟ أنا أعتقد أن طبعا يعني توجد في النيجر قواعد عسكرية لا تزال موجودة. إذا حدث تدخل يعني بالتأكيد العسكريين في النيجر لن يهاجموا القواعد الأمريكية ولا الفرنسية، لأنه هذا باعتباره يعني إعلان حرب ضد هذه البلدان. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وفرنسا ستدعمان هذا التدخل العسكري، وأنا كما أسلفت وقلت أن القدرات العسكرية لنيجيريا وحدها كافية في هذا التدخل العسكري، فما بال إذا تدخلت دول أخرى ذات قدرات عسكرية كبيرة، الدول الكبيرة في المنطقة السنغال. بس أشار الدكتور الناصر إلى دور الشعب في النيجر، دور فكرة التحرر في النيجر، إلى أي مدى هذا المسار تعتبره ممكناً لإخراج حتى كل القواعد العسكرية الأجنبية من النيجر؟ آه طبعا هذا وارد، يعني هذا وارد، لكن هذا طبعا يحتاج ممكن هذا يعني طبعا ممكن، لكن هذا يحتاج إلى تعبئة سياسية كبيرة. يعني الآن العسكريين في النيجر يحاولوا هذه التعبئة، أنا ذكرت أن هنالك اعتبارين، هو الاعتبار أن يمضوا في يعني تقوية وتعزيز هذا الشعور الشعبي والقيام بالتعبئة واستخدام هذا الكرت، لأنه هذا الكرت مهم جدا الآن وهذا ضروري الآن في النيجر. وكذلك التعاون مع مالي وبوركينا، العسكريين النيجريين لديهم هذا الخيار، الاستناد إلى شعبهم ثم الاستناد إلى بعض الدول الرافضة لهذه الموقف. لكن أنا أعتقد أنه يعني العسكريين في النيجر لديهم عدة اتصالات مع دول المنطقة. إذا كانت الجزائر دولة مؤثرة موجودة في المنطقة، الجزائر تعارض هذا التدخل، معارضة الجزائر لهذا التدخل قد يكون لديها أثر. الجزائر يمكن أن تضغط على نيجيريا، يمكن أن تضغط على بعض دول المنطقة، لأن دول المنطقة لديها مصالح مع الجزائر نفسها. والجزائر الآن كما كلنا نتابع يعني فترة هنالك برود في العلاقة الجزائرية الفرنسية، يعني لا تنفع ولا تستطيع الضغوط الفرنسية على الجزائر حتى توافق على أي عمل عسكري، غير وارد هذا في هذه الحال. فإذا حدث التدخل العسكري أنا أعتقد أن قدرات الإكواس لهذه الدول كبيرة في مقابل القدرات في النيجر، أو إذا تدخلت معها مالي وبوركينا. فالكفة المرجحة بالتأكيد إذا بالحسابات العسكرية ستكون للأقوى عسكريا، لكن سلاح الشعب طبعا هو سلاح الأمضى. وأنا أعتقد الحرب حتى إذا بدأت، خليني أرجعك للخيار الثالث الذي تحدثت عنه، لأنه يبدو ربما مبشرا. هل يمكن أن يتكون بالفعل خيار ثالث تركي عربي أفريقي جزائري؟ نعم مغربي ولا لا، هناك تنافس مغربي؟ لا، التنافس المغربي الجزائري قد لا يكون يعني متاح الآن، قد لا يكون متاح الآن تعاون جزائري مغربي. لكن أعتقد الجزائر وتركيا يمكن أن تطرحان هذه المبادرة. وليبيا أيضا، ليبيا لديها أيضا علاقات جيدة في النيجر، كل هذا ممكن. يعني إذا طرحت مبادرة، أنا أعتقد إذا طرحت مبادرة جديدة غير حلول الإكواس أو غير اللجوء إلى روسيا على الطريقة المالية والبوركينية، يمكن أن يكون هنالك حل. غير ذلك خليني سأخذ معك أكثر في هذا الجانب، لكن أريد أن ننبه إلى مسألة مشاهدينا الكرام. دائما يتم العمل على ضخ الكراهية والتفريق بين الشعوب بين الناس، نلاحظ في كل فترة يعني موضوع الشحن، اليوم ربما هناك شحن بين العرب والأتراك فيما يتعلق بتركيا وبالعرب، هناك شحن ممارس وملاحظ في بين المغرب والجزائر، مع أنه نعلم محبة الشعب الجزائري للشعب المغربي والعكس صحيح. في فترة سابقة أيام مثلا حسني مبارك
صار في إن تذكرون عملية شحن مصرية جزائرية حول كرة القدم وغير ذلك، في محاولات استغلال ربما الأنظمة تتورط بهذا الأمر لمآرب ولمصالح تسعى إليها تفرق بين الشعوب، وكل من فكرة فرق تسد. يعني هذه الفكرة يعني يطبقها كثيرون حقيقة. الآن سنتحدث مع الأستاذ الصادق عن احتمال وجود تنافس جزائري مغربي في النيجر، والحديث عن خطوط الغاز، أنابيب الغاز. هذا لا يعني بأنه يبدأ الآن الشجار بين المغاربة والجزائر في التعليقات على مضمون الحوار قبل أن نبدأ، يعني هذا مسألة محسومة. الشعوب هذه أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، هذا النفس هو الأصل، هذا الذي سيبقى. أي انتقاد لأي حكومة لأي نظام في أي دولة عربية لا يعني أن المنتقد يكره شعب تلك الدولة أو يكره ذاك البلد، بالعكس تماما، نحن أبناء أمة واحدة، هذا الأصل. الحديث السياسي عن تقصير حكومة هنا أو هناك هذه مسألة أخرى منفصلة تماما عن حبنا وكرهنا، ونحن ننظر إلى كل دولنا العربية والإسلامية نظرة واحدة، نظرة محبة، نظرة أمل بوحدة هذه الأمة من جديد بإذن الله تعالى، وهذا سيكون إن شاء الله في يوم من الأيام.